ما علينا إلا نهنئه ونشيده بهذا المشروع المتميز جدا اللي اليوم كتعرف الختام ديالو الاحتفالية الختامية به. احنا كنا مشاركين في المشروع، استفدنا من الدورات التكوينية اللي قام بها المشروع كفريق محرك للمدن العتيقة وكجمعيات اللي كتشتغل على المدن العتيقة. الأهم هو رفع قدرات وكفاءات يعني طبعا الشباب والمجتمع المدني، تقوية القدرات ديالهم فيما يخص إدارة المشاريع يعني فيما يخص طبعا يعني طبعا هذا هو الهدف الرئيسي، هو تقوية قدرات الشباب لا في السياسة العمومية المحلية. المشروع كان عبارة عن كيفاش كنقولوا هو تشاركية للأفكار، تشاركية مع الشباب. عرفتي بأن الفريق المحرك خدم على ميزانية تشاركية، كان أول من جسده في مدينة العرائش في 2015، دونك تهد البروجي جا في إطار المقاربة التشاركية مع الشباب في إطار مشروع إيكو شباب اللي كيهتم بالبيئة، واللي فحال اللي شفتو من خلال الشريط اللي تكلم على أحياء اللي تختارت باش يشتغلوا فيها بيئيا. وإذا شفتي مؤخرا كان تدخل جميل جدا من طرف الشباب في الكنيسة سان خوسي اللي كما يعرف المجتمع العرائشي اللي اشتغل عليها الفريق المحرك من خلال المشاريع ديالو اللي تنزلت من خلال ميزانية تشاركية في 2015.